إذا كان الوالد وهو على ذلك من نوع من المعاصي، ومنها ترك الصلاة والصيام، ومع هذا فهو غير راض عن أبنائه، هل يؤثر غضبه ذلك على أبناء الشيخ صالح؟ الذي يترك الصلاة متعمدا هذا كافر، يعتبر من الكافرين لا يتوب إلى الله، فيعامل معاملة الكفار، لأنه لا يحب ولا تجوز مودته، ولكن يعطى حقه الدنيوي من الإحسان إليه والإنفاق عليه، من الإحسان إليه والإنفاق عليه إذا كان محتاجا. نعم.